بلدة عي في محافظة الكرك تحولت إلى وجهة لآلاف الأردنيين الذين توافدوا على ديوان عشيرة الكساسبة لتقديم واجب العزاء للعائلة المنكوبة بمقتل ابنها. وبدت علامات التأثر على وجوه المعزين الذين حرصوا على مصافحة والد الطيار الشاب الذي قال لبي بي سي أنه لابد للقوات الأردنية من القضاء على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وضع حزين جدا، لأنه الطريقة اللي قتل فيها معاذ واستشهد فيها معاذ طريقة بشعة جدا جدا، ويعني تعامل مع هذا التنظيم تنظيم وحوش بعيدين عن الإنسانية بعيدين عن الدين الإسلامي. وكان من بين المعزين وفد كبير من حزب العمل الإسلامي ندد بشدة بقتل الطيار الشاب الذي وصفه بأنه ابن الأردنيين جميعا. ولكن معاذ عزز اللحمة الوطنية بيننا ليكون بأسنا على من ظلمنا، على من حرق أفئدتنا. عبارات الثناء والتضامن لم تخلو من الرسائل السياسية، إذ طالب أحد زعماء الطيار الإسلامي من الحكومة سحب مشاركتها في قوات التحالف. نحن نقول بأن الأردن يجب ألا يشارك في هذا التحالف. هذا التحالف الحقيقة يحمل الأردن والشعب الأردني أمورا كثيرة، ولذلك الأردن ينبغي أن ينصرف إلى شؤونه الداخلية وألا يكون وفق السياسة الأمريكية. ورغم أجواء الصدمة والحزن، إلا أن الجو العام في الأردن يطالب القوات الأردنية بمعاقبة قتلة الطيار الكساسبة. مئات المعزين الذين توافدوا على خيمة العزاء التي أقامتها الأسرة هنا في مسقط رأس معاذ الكساسبة تدل على حجم التعاطف والتضامن مع الأسرة، حتى من بين الذين كانوا يعارضون مشاركة القوات الأردنية في العمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. عصام كرماوي، بي بي سي، محافظة الكرك.